ما وصى جميل عبد الرحمن كسايتي اسلامي ديار يلا بجو شهر زور قائم قامي بيشوتر يلا بجا كوچي دوائي كرد ما وصاي كوچ كردو لسال 1954 لغندي پريسي جوري سربع عشرتي نورولي لبن ماليكي جوتيار لدائق بوا خويندني سرطايو ناواندي لشهر يلا بجو خويندني دو ناواندي لشهر سليماني طاو كردوا تعين بوني لسازان ما وصاب وحل لو كاتوا بربركاني حزبي بعسي كردوا بو جلستم ديدا كي كوا او جلي او اختا حزي بعث شي اكل بسري بلا ان دوايا و قوت انا زان دوا جاريش جنابي ما مسا جميل لقل جنابي مرحوم ما مسا من اسوان هر هميان كوا رويان كردا شاخ بو بر بركاني رجيمي بعث اويش ايما با خاو خيزان مانو باوكو براو همو مانو طبعا رومان لوكر مامصا جميل عبد الرحمن لصال 1976 بمامصاي سرتاي دامزراو لغندي سازاني سربالبجا تا صال 1988 لالبجو غندكاني سازانو بريس واني وتوتوا سر رايوش مامصا ديان برمي نسراويو اوقات شاعري كلياتو جبو چندين برمي چپنكراوي لدوي خوي بجيشتوا ديواني كيشي بناوي ديواني شاخوان بلاو كردوتوا لخدمت مامصا مل عثمان ابو دائما وكو كريكي اوابو لا همو بواريكا لا باري خدمت كرني لا بواري روشن بيريا لا بواري شعر هر لو كاتوا جنابي مامسام جميل و مامستا شاخوان ناصراو كوا خوتان ازان كتابي در كردو با ديواني شاخوان مامستا جميل لصال 1988 بوتا پیشمرگی بزوتنوی اسلامی او کاتو لخزمت مامستا ملا عثمان جیاوا بردوان بوتا سال 1996 لو برواروا ماوی ده سال بوتا قائم قام یلبجا واتا لصال 1996 تا سال 2006 و گاوریان و اوسنگرانی شایدی اوی بوددن مامستا جمیل کسی که لیاتو بو لکاتک دا پوستی قایم قامی بوا ببی جاوازی خزمتی با امود چین و توجکان یالب جا کردوا دواجار باوی نخوشی اوا لاشتی دوی 2017 کوچی دوایی کرد سامان فتح کانالی آسمانی پیام هلا بجا